بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام في كل مكان، تقبلوا تحياتي، تحيات المعلق الرياضي محمد الكوارين، يحييكم ويسعدنا نلتقي بكم. وهذا اللقاء الكبير في احدى لقاءات الدوري المصري، اللقاءات المؤجلة من الجولة رقم 11 للموسم الحالي. ولقاء اليوم هو لقاء يجمع بيراميدز امام نادي سموحة السكندري. نتمنى بشد الله ان نستمتع باحداث المباراة. هنا طبعا احييكم من ملعب الدفاع الجوي في قاهرة المعز، وان شاء الله نشوف مباراة جيدة ونستمتع بكل لحظة بكل ثانية من عمر هذه المباراة. بلادي بلادي بلادي، لك حب وفؤاد، تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم. لقاء بيراميدز وسموحة السكندري، هذا اللقاء، اللقاء المؤجل من الجولة رقم 11 من عمر الدوري المصري الممتاز، دوري نايل هذا الموسم. طبعا بيراميدز بيحتل مركز اول برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، سموحة بيحتل مركز سادس برصيد 35 نقطة ولكن من 23 مباراة، ومباراة طبعا مهمة تجمع بين الناديين في اللقاءات المؤجلة من الدور الأول. عودة الدوري مرة ثانية بعد غياب وبعد توقف لمدة أسبوعين، نظرا طبعا لمشاركة منتخبنا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. ومنتخب مصر طبعا فاز على بوركينا فازو 2-1 وتعادل مع غينيا بيساو 1-1 وأصبح الآن هو بطل المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بإذن الله نقترب من حلم المونديال وحلم الوصول إلى كأس العالم. العتباني حكم هذه المباراة النهارده، بيراميدز على الورق وطريقة لعب 4-2-3-1، أحمد الشناوي حارس مرمى، رباعي خط دار أحمد فتحي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي، اثنين على الدايرة، بلاتي توري، مهند لاشين، قدامهم ثلاث لاعبين، مصطفى فتحي، وليد الكارتي، محمود زلاكا، وراس حربة وحيد هو نجم البافانا، البافانا فخر لقاي رقم 23. في المقابل بالنسبة للموج الأزرق وطريقة لعب 4-2-3-1، الهاني سليمان حارس مرمى، رباعي خط دار طارق علاء، محمد ميدو، جاسس أرثر، عبد الرحمن عامر، اثنين على الدايرة، حمدي علاء، عمرو كلاوة، قدامهم ثلاث لاعبين، اسلام جابر، محمد كناريا، محمد سعيد، وراس حربة هو الهداف، الهداف التاريخي لسموحة، النجم حسام حسن صاحب القميص رقم 18 في اللقاء. بيراميدز وغياب كل من اسلام عيسى، علي جبر للإصابة، غياب رمضان صبحي للإيقاف، وغياب كمان مروان حمدي للإيقاف لطرده في اللقاء الماضي أمام فريق الجونة، وغياب أيضا النجم المغربي محمد الشيبي. نتمناها ساخنة ممتعة مثيرة بمشيئة الله في مباراتين الآن بتقام في وقت واحد، هذا لقاء بيراميدز مع سموحة، ولقاء ثاني هو لقاء يجمع مودرن فيوتشر أمام فريق الجونة في اللقاءات المؤجلة من الدور الأول من الجولة رقم 11 من عمر دورينا الدوري المصري. على طول انطلاق الأمام لفريق سموحة، محمد سعيد مكرونة، تصل النجم حسام حسن لسه حسام، وتصويبة ولكن بعيدة، الفكرة حلوة، عاوز يحطها بعيدة في التسعينة ولكن اللمسة مش مظبوطة وتلعب بره بعيدة على المرمى، تبقى ضربة المرمى حاليا لصالح نادي بيراميدز. أدو حسام حسن الهداف التاريخي للموج الأزرق برصيد 65 هدف بالتمام والكمال، لعب مع سموحة 202 مباراة. انطلاقة محمد حمدي لسه زلاكا، محمود زلاكا عاوز يعدي زلاكا، زلاكا عدى، خطير تصويب ولكن فين يا راجل، عملت الصعب واللمسة الأخيرة غير جيد. محمود زلاكا تحركاته جيدة وعامل نشاط ملحوظ في الجبهة اليسرى مع فريق بيراميدز. ادي العادة مرة ثانية، ادي اللمة والانطلاقة والدخول في عمق الملعب والتصويبة ولكن راحت فين، بعيدة عن المرمى. الهاني سليمان حارس مرمى، الهاني كورته قوية عالية، دفاع من مصطفى فتحي، تصل لقاي، هرب لقاي، متر خطورة، هرب رفق لقاي، خطير والهدف، جوا جول، جوا جول، الهدف الأول بمهارة فردية غير عادية، فخ لقاي على طول يستلم كورته ويعدي ويحطها جميلة في شباك الحارس، الهاني سليمان عشان بيراميدز على طول يترجم الضغط والسيطرة إلى هدف أول، هدف التقدم في الدقيقة 18 من الزمن الشوط الأول، والهدف الثاني
للاعب لقاي في دوري نايل. هذه العاده مره ثانيه، هذه الاطعب وهذه المهاره وهذه اللمه الحلوه، عدى في الاولى من مين؟ من اللاعب ارثر، ومن الثانيه من الهاني سليمان عشان يحطها في الشباك عشان يتقدم بيراميدز بهدف اول في المباراه. واحد بيراميدز لا شيء. فريق سموحه لسه الهاني سليمان، كورته عاليه، تعدي نص الملعب راسيه بدون عنوان. حسام حسن تترد من الكارتي على اليمين، حلوه خطيره، مصطفى فتحي، مصطفى منتهى الخطوره، مهاره، والهدف جول 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 جول. الهدف الثاني اقول لك ايه، اعد لك ايه، لعيب كبير كبير كبير، لعيب حريف غير عادي بكل التاكيد. مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني، هدف التعزيز في الدقيقه مشاهدينا 24 من عمر المباراة. مهارة فردية، مهارة فردية للعيب، إمكانياته الفنية غير عادية، لعيب إمكانياته غير عادية. هذه العادة مرة تانية، هذا مصطفى، هذه الاستلام وهذه المهارة وهذه اللمة الحلوة، وعلى طول يحطها. طارق على انطلاقاته، طارق على بكريم، العدة طارق، متر خطورة طارق، تصويب، ولكن جت في زميله، جت في جسم محمد سعيد وطلع بره الملعب، تبقى ضربة مرمى حاليا لصالح فريق بيراميدز. تصل لفريق بيراميدز على الشمال، السرعة من زلاكا وفرقورتو زلاكا، زلاكا وساندا ناحية محمد حمدي الرؤية، عرضية لبره خطيرة، تعدي لمصطفى، الاستلام لسه في خطورة، تصويبة قرباجية قوية صاروخية، ولكن راحت فين؟ بعيدة إلى حد ما عن المرمى، ورا ناحية محمد ميدو، جت في قدم زلاكا، راسية ميدو تترد لتوريا، منتهى الخطورة مرة ثانية، ضغط، مهارة، عدى فات زلاكا، تصويبة مش ممكن في القائم، لسه في خطورة، مصطفى تصويبة، صد المرة دي ممتازة من الهاني سليمان. طوفان من الهجمات الخطيرة، طوفان من الهجمات الخطيرة والخطيرة جدا على مرمى الهاني سليمان. يعني فريق بيراميدز بيعمل كل حاجة في الخط الأمامي. لمسة الأمام خطيرة، منتهى الخطورة، التصويبة، يا الله، طلعت بره، جت في الشبكة من بره بقدم محمود زلاكا. اللعيب ده لعيب كويس جدا، اللعيب ده لعيب كويس جدا جدا، سريع وتحركاته تحركات إيجابية. عمرو كلاوة عاوز يعدي، عمرو لسه مع الكرة، عمرو بلمسة، محمد كلاريا، عرضية راسية خطيرة للصدى، يتألق الشناوي، لسه في خطورة، لسه في عرضية، ضربة كدفاعية ولكن لمسة عالية، لسه الخطورة موجودة. الاستلام مرة ثانية من لاعب سموحة، لمسة ومحاولة انطلاق الأمام، وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء، ركلة جزاء للموج الأزرق في الدقيقة الثالثة بلس 45، وأحمد الشناوي وركلة جزاء لصالح فريق سموحة مع لحظات أخيرة خلاص من عمر الشوط الأول. حسام حسن وأحمد الشناوي وركلة جزاء حسام، ويتألق ويتألق أحمد الشناوي ويحط رجلين ويطلع كورته بره الملعب. حسام حسن بيضيع ركلة جزاء في وقت قاتل من عمر الشوط الأول. ركلة جزاء بتضيع في الدقيقة كام؟ ده في الدقيقة السابعة من الوقت بعد الضيع من العوش الاول، ومعاه حكم اللقاء العتيلي صفر بنهايه الشوط، وتقدم بيراميدز على سموحه بهدفين مقابل لا شيء. الشوط الاول جميل ومثير، انتهى بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء. هدف اول بقدم النجم فخر لقاي في الدقيقه 18، وهدف ثاني بمهاره فرديه غير عاديه لحريف لنجم كبير هو النجم مصطفى فتحي في الدقيقه 24 من عمر اللقاء. مصطفى فتحي سجل هدف تاني، وكمان هو صاحب او اللي هو صنع الهدف الاول اللي سجله النجم فخري لقاي. شوت الفاول، مصطفى فتحي الكره الطوليه والساند اب، هوبا التصويب والدفاع، متابعه بلمسه والهدف، مش ممكن جول، ياه 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 يا على التالق للقائم الايمن الهاني سليمان. مره ثانيه ضغط كبير، وليد الكارتي رجعها ورا للمره الثانيه النهارده، القائم يتالق ويمنع هدف بالنسبة لفريق بيراميدز. فريق بيراميدز عامل كل حاجة، لمسة وهجمة، هوبا التصويب والهدف، مش ممكن، ياه 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 ياه، التصويبة الصاروخية بوم غير عادية بقدم أحمد خالد. هذه العادة أحمد خالد، وتصويبة صاروخية غير عادية تيجي في القائم وتطلع بره الملعب. القائم الأيمن يتألق ويقوم بدور حارس مرمى أحمد الشناوي، تصل
اول لمسه للاعب الكونغولي مايلي نجم منتخب جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. لاعب مايلي استلام مهاره ابراهيم عادل، ابراهيم عدى ابراهيم بعرضه لبره خطيره بالتصويب والهدف جوه الجول جوه الجول. الهدف الثالث الهدف الثالث لبيراميدز بمهاره ايه وقدرات ايه. يلعب عرضيه حلوه حلوه عرضيه ساحره ثم متابعه جميله جدا بقدم يسرى ذهبيه حطها فين؟ حطها في البعيد هناك على الشمال الهاني سليمان عشان بيراميدز اعزائي المشاهدين يسجل الان الهدف الثالث بقدم نجم النجوم. هذا الاعاده مره ثانيه ادي مايلي ثم ابراهيم عادل ادي ابراهيم عمل مهاره وعمل انطلاقه ولعب عرضيه ساحره طارئ على الباك اليمين لمسه كناريا لسه الهجمه كناريا على الشمال راسيه عبد الرحمن عمل تصويب وصده يتالق الشناوي ويمنع الهدف يا اسبوحه مره ثانيه محاوله احمد خالد سنده عبد الرحمن عامر عبد الرحمن بعرضيه ولكن الدفاع 100 بقدمين بقدم احمد توفيق وبره الملعب تمس توري سنده ابراهيم عادل بتاخد ابراهيم هات خد مهاره لمسه حتى تعدي ولكن بره الملعب ابراهيم عادل ابراهيم عادل ولكن هناك تسلل في تسلل من الاول على ابراهيم عادل ولكن لمسه سحريه غير عاديه للعيب عنده قدرات فنيه من نوع خاص النجم ابراهيم عادل. يورتشيتش مدرب يصنع الفارق ومدرب اضافه كبيره جدا اضافه كبيره جدا لفريق بيراميدز. هذا المدرب مشاهدينا قدم حتى الان في 16 مباراه منهم مشاهدينا من قبل 14 مباراه في الدوري فازوا معاه في 11 وتعادلوا في 4 وخسروا معاه لقاء وحيد والهزيمه كانت فين؟ كانت في دوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا امام مين؟ امام مازيمبي 3-0 والان حكم اللقب الصفر بنهايه المباراه والفوز الكبير والاداء الكبير فوز بيراميدز على سموحه 3-0 مشاهدينا في لقاء من طرف واحد بيراميدز عمل كل حاجه ضغط سيطره استحواذ هجمات وكمان اهداف 3 في اللقاء هدف اول بقدم فخ لقاي هدف ثاني بقدم النجم مصطفى فتحي وهدف ثالث بقدم الهداف وهو اللاعب مايلي. بنهني فريق بيراميدز على الفوز الكبير والفوز العاشر لي على التوالي في دوري نايل في هذا الموسم عشان يصل الى 56 نقطه ينفرد بالمركز الاول ويتجمد رصيد فريق سموحه عنده نقطه رقم 35 كما هو بيحتل المركز السادس في ترتيب الدوري.